عالم العمل يشهد أحياناً ظواهر العنف والتحرش، والذي بدأت منظمة العمل الدولية حملات عدة لبيئة خالية من هاتين الظاهرتين. في الأردن التحديات ما زالت قائمة، فبحسب الدراسات أكثر من 75% ممن تعرضوا للعنف أو التحرش في أماكن العمل لم يفكروا في اتخاذ إجراء قانوني لاعتبار القانون قصر. بيوم من الأيام أنا نازلة بده يعطيني ورقة لحتى أقدمها للجهة اللي أنا بتدرب معها، نازلين بالكراج وعادي ما في بيننا إلا كل العلاقة المفروض إنها تكون مهنية. مسك إيدي وقربني لعنده بطريقة إنه بده إشي غير مرغوب فيه مني، ولكن هو كان مصر على هذا الإشي بإصرار كتير كبير مني. بعدته لعندي وأنا كنت كتير خايفة، ما اشتكيت عشان لأنه أنا عارفة إنه التشريعات الناظمة لهاي العلاقة بدها موافقة من النقيب للمهنة اللي أنا منتسبة إلها، وأنا كنت خايفة كتير إنه النقيب ما يوقف معي. بحسب الدراسات أكثر من 75% ممن تعرضوا للعنف أو التحرش في أماكن العمل لم يفكروا في اتخاذ إجراء قانوني لاعتبار القانون قصر. في المقابل تتجه الجهود الوطنية للضغط والمطالبة بتغليظ القوانين والتشديد على تطبيقها واتخاذ إجراءات جديدة لتوفير الحماية الكاملة للضحايا. مطالباتنا تتمثل بأولاً تحديد تعريف شامل للتحرش، تحميل كامل المسؤولية عن التحرش للمعتدي، حماية المتحرش بها من الوصمة ومن يعني خسارة فرصة عملها ومن الاعتداء عليها بوسائل مختلفة، زي التضييق عليها في إطار العمل، زي بين قوسين تطفيشها من العمل. يعتبر الأردنيون أن مسؤولية الدولة والمؤسسات كافة ضمان أن تكون بيئة العمل خالية من أي شكل من أشكال العنف حتى يمارسوا حقهم في العمل وتحقيق الذات، وينتظرون قرار الجهات المسؤولة. رعية يعقوب، الغد، عمان.